ومن جديد أسعد الله صباحكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد بأولى فقراتنا الآن. راح نسهل فقراتنا كما تحدثنا باستعراض الفقرات بإنجاز رياضي أردني وهو ليس بجديد علينا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتحديدا إذا تحدثنا عن الرياضات الفردية. بكل مصداقية إذا تحدثنا عن رياضة الكاراتيه وتحدثنا عن رياضة التايكوندو دائما وعبر السنوات الماضية وحتى اللحظة في إنجازات حقيقية، أبطال حقيقيين بسوا نسلط الضوء عليهم. أكيد بطلنا أحبتنا لليوم الكابتن نبيل الشويكي اللي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه. أكيد راح نستعلم الآن على أي وزن، يعني تفاصيل من خلال بطلنا نبيل الشويكي، وأيضا الأستاذ رائد أحمد أمين سر اتحاد الكاراتيه، ضيوفنا الكرام. أسعد الله صباحكم ضيوفنا. صباح الخير كابتننا، أسعد الله صباحك. صباح النور. هنا أستاذ رائد، أسعد الله صباحك. صباحك رائد مسعود. عفوا رائد مسعود. نعم، سأبدأ من خلالك سيدي الكريم. تفضل. وأنت أمين سر اتحاد الكاراتيه، في اهتمام منقطع النظير بأبطالنا بالمنتخبات الوطنية على مستوى الرياضات الفردية، وإذا تحدثنا عن رياضة الكاراتيه هذه الميدالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله تعالى. الاهتمام الحقيقي بالرياضات الفردية تحديدا الرياضات القتالية إن صح القول، سر هذا الاهتمام سيدي وسر هذه الإنجازات من خلالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا للتلفزيون الأردني اللي بركز على الإنجازات. احنا اتحاد الكاراتيه مجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة، بنجسد مقولة سيد البلاد جلالة الملك الله يطول عمره، انه بنصنع من التحديات فرص. احنا صنعنا انجازات، الاتحاد يعني باقل القليل من الامكانيات قدرنا ان نثبت اسم الاردن على المستوى العربي والاسيوي، والحمد لله حاليا على المستوى الدولي باقل الامكانيات. ان البطل نبيل يعني بكورة الانجازات، اخر بطولة او اخر مشاركة لنا في 2015 اللي هي استطاع الحمد لله بفضل الله طبعا وجهود الجميع، مجلس إدارة ومدربين وحكام، انه قدرنا انه نسطر اسم الأردن في اول انجاز تاريخي في بطولة العالم للكاراتيه. جميل. الفضل بعود لعدة اشخاص. احنا امكانياتنا البشرية نتحدى العالم فيها الحمد لله، يعني الأردن غني فعلا، غني برجاله. إمكانياتنا المادية إحنا بنسخرها وبنحاول نعمل المستحيل. إمكانياتنا بالنسبة لأي اتحاد، يعني خلينا نحكي إقليمي أو شقيق لنا، متواضعة جدا، ولكن الإنجاز عندنا إنجاز عظيم كبير بكون. جميل. لأنه بنعتمد بالأساس على المورد البشري، على المورد البشري، على الأبطال النشام الموجودين بالمملكة الأردنية الهاشمية. أنتقل لها النشمي كابتننا، أسعد الله صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا. الآن على أي وزن أنت حصلت على الميدالية البرونزية؟ في وزن تحت 60 كيلوغرام، تحت 60 كيلوغرام، في سن تحت 21 سنة. جميل جدا. الآن اهتمام إدارة اتحاد الكاراتيه والمنتخب الوطني أيضا، يعني هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ. تمام. أكيد في جهد شخصي مبذول من خلالك، في انضباطية حقيقية أيضا بالتمارين بالتدريب، وأكيد هذا ما بنعكس أو ما بنقول ما له انعكاسات ممكن على حياتك الشخصية أو دراستك على سبيل المثال، أكيد توزع وقتك. لكن فعلا مثابرتك، مواظبتك على التمارين، هذا الجهد الشخصي بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه من خلال الأستاذ رائد مسعود. نعم، أنه هذا الإنجاز تاريخي، أول تاريخ، أول مرة في تاريخ الأردن حصلت عليه. صح انه في جهد من نبيل شويكي، ولكن ليس جهد لوحده نبيل شويكي، جهد فردي. نعم، ليس جهد فردي، جهد جماعي انا بعتبره، لانه تعب المدربين، تعب الاداريين، الاب الروحي للكاراتيه الاردنيه الدكتور معين الفاعوري الداعم للكاراتيه الاردنيه، فهذا في حد ذاته يعني ما بيحكي بس نبيل شويكي اللي حصل على هذا الانجاز. اللي حصل على هذا الانجاز هو مثابره المدربين علي وثقتهم الشخصية فيه. وخلينا نصحح يعني موضوع أو مصطلح معين، اللي حصل على الإنجاز هو الوطن سيدي. الوطن. الوطن. المملكة من نعم. خلالك طبعاً يعني. ونفتخر. نعم صحيح. إحنا كاتحاد يعني خلينا نحط النقاط، يعني نعطي كل يعني صاحب حق حقه. الآن مشاهد إحنا يعني صور من التمارين وبالبطولة أيضاً بأندونيسيا. والله. كابتن. إحنا يعني شبابنا كانوا بالبطولة، وكان يعني الإداري المرافق لهم. زميلي وأخي بخلد مشاوش، هذول محاربين كانوا مش لاعبين، محاربين.
في عندنا لاعب برضه حصل انجاز، لاعب محمد فهد من اول بطوله انكسر اصبع رجله للاسف، وقالوا له ما تكمل، كمل وهو مصاب، خامس عالم انجاز، يعني كانت يعني خلينا نحكي بين الذهبيه او الفضيه نقطه وهو مكسور. هذا انجاز بحد ذاته، انجاز. يعني برضه لاعب برضه مازن الجعيدي سابع على العالم، احنا بنحكي عن انجاز، يعني خلينا نحكي امكانياتنا شبه يعني شبه ضعيفه جدا. زي ما حكيت عندنا روح في الشباب تتحدى العالم والامل فيهم للامام. خلينا نحكي الدكتور معين الفعوري ما ببخل من وقته، يعني خلينا نحكي على الصراحه وعلى الهواء من جيبه، يعني انسان رائع جدا، انسان بحب الكاراتيه وبحب البلد. جميل جدا. وفي عندنا برضه جندي مجهول في الاتحاد بوجه له التحيه عبر شاشه التلفزيون الاردني، وريت يكون يسمع الاستاذ مصطفى الفعوري ابو بشر، يعني انسان رائع جدا وانسان بحب شغله ومتفوق في شغله. هذا النفس نبيل كابتننا من خلال يعني امين سر الاتحاد، من خلال رئيس اتحاد الكاراتيه واعضاء مجلس اداره اتحاد الكاراتيه وجميع العاملين بالاتحاد، هذا بعطيكم معنويه ودفعه حقيقيه. طبعا ثقتهم فينا وثقتنا فيهم، هذا يعني هذا الانجاز. انا بحكي لك انه هذا الانجاز ما اجى من فراغ بس نبيل شويك وتمرين، اجى من فراغ دعم المدربين، ثقتهم الشخصيه فيه وثقتهم في اللاعبين. يعني زي ما حكى الاستاذ مسعود استاذ رائد انه كانوا مقاتلين جوا الملعب، ما بحكي انه الشباب اللي طلعت معنا انهم، ولكن انه بحد ذاته انه ثقه المدربين فينا وصلتنا لهذا الانجاز، لهي الميداليه. وهي الميداليه انا بعتبرها ميداليه للوطن، ميداليه جماعيه لكل لاعب كاراتيه اردني، حتى لو انها رياضه فرديه لكن هي ميداليه جماعي للوطن. نعم صحيح، بتسجل الاردن يعني قبل ما يتسجل اسم اللاعب بتسجل بنزل علم البلد واسم الاردن بعديها اسم اللاعب. الآن بدي أفوت بتفاصيل نوعا ما ببطولة العالم للكاراتيه بأندونيسيا. المواجهات اللي أو المباريات أكيد ما كانت بالسهل، يعني طبعاً أكيد الأبطال اللي واجهتهم أيضا على سوية عالية وعلى مستوى يعني عالي جدا واحترافية كبيرة. طبعا إنه بطولة العالم للكاراتيه هي من تكون في نخب النجوم، يعني من أصعب البطولات للكاراتيه، من أصعب البطولات في لعبة الكاراتيه. فكانت وزياده عليها انه كان في كمان كثير مباريات لازم تلعب حتى توصل لهي الميداليه، مش بالسهل انه اي واحد يحصل عليها. ولكن بدك تحكي انه كيف بدي احكي لك، الثقه الشخصيه انه في اللاعب، ثقه المدربين، الجنسيات اللي واجهتها. خلينا نقول كل حدا عن بطوله العالم، اول مباراه اول دور كان لي مع لاعب اسكتلندا، وثاني دور كان لي مع لاعب صربيا، والثالث دور كان لي مع لاعب فنلندا، والرابعة كانت مع البرازيل، والخامسة كانت مع مصر، والأخيرة مع بيلاروسيا اللي هي تم فيها حصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، اللي هي اللي كانت الفيصل، يعني اللي هاي بجوز الحظ ما وفقك فيها، اللي هي اللاعب البيلاروسي. خلينا لا المصري، اللي اللاعب المصري. انا فزت يعني الجنسية عربية، يعني ما بعدت يعني. خلينا نتطرق للموضوع هذا. مصر شاركت بحوالي 35 لاعب 35 لاعب. طبعا كل ما زادت المشاركة بتزيد فرص الفوز. احنا برضو خلينا نحكي ما ننساش، يعني في كان لنا انجاز على المستوى الاداري. احنا خلينا نحكي يعني سنة 2015، نعم يعني صراحة الحق. أنت بتتحدث الآن عن اتحاد الكاراتيه بشكل، خلينا نعطي يعني كل ذي حق حقه. سنة 2015 يعني خلينا نحكي سنة مليئة بالإنجازات على الصعيد الفني وعلى الصعيد الإداري. ممتاز. خلينا نحكي على الصعيد الفني، شاركنا ببطولة قطر الدولية كان مشارك فيها 24 دولة، أحرزنا المركز الثاني. ممتاز. كان لنا مشاركة في الدورة العربية برضه أحرزنا المركز الثالث. بالمجموع العام بحكي بطولة آسيا صارت في اليابان، الشباب عسكروا باليابان، استطعنا ان نجيب المركز الثالث بالقتال الجماعي. نعم. وزيت القتال الجماعي. واخيرا اللي هي بطوله العالم. نحكي على الصعيد الاداري، تم انتخاب الدكتور معين الفعوري عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الاسيوي، هذا اكبر انجاز على المستوى الاداري. طبعا احنا على المستوى الاداري. نعم. يعني لما يكون شخص اردني في المجلس التنفيذي الاسيوي هذا انجاز. صحيح. وفي برضه الاخ مصطفى الفعوري اختاروه برضه، مش لانه مصطفى الفعوري، لا لانه بيشتغل واثبت وجوده. هو رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد العربي، ورئيس لجنه المسابقات في الاتحاد غرب اسيا، وعضو لجنه المسابقات في الاتحاد الاسيوي، هذا انجاز كبير لنا. نيجي نحكي عن صعيد الحكام، في
في عندنا ثلاث حكام الاول، يعني خلينا نحكي لاول مره بتاريخ الاردن في عندنا بكون عندنا ثلاث حكام دوليين على مستوى بطولات العالم. نعم نعم، اخذوا الشاره الدوليه اللي هم الاستاذ ابراهيم الدقس والاستاذ عبد الحفيظ عاليه واول حكمه اردنيه اللي هي عبد الحسن، نوجه لهم التحيه كلهم. احكي عن الحكام الاردنيين، الحكام الاردنيين اثبتوا موجوديه لهم. حاليا في حكمين مسافرين بقبرص في بطولة دولية بقبرص. ممتاز. البطولة هاي بياخذوا حكام محايدين معروفين، فتم اختيار حكمين. أستاذ رائد، يعني أنت الآن أوجزت سيدي الكريم، تحدثت عن إنجاز على المستوى الإداري، الإنجازات اللي تحدثت عنها على مستوى التحكيم أيضا، هذا شيء مهم جدا. على المستوى الفني أبطالنا يعني مثل نبيل شويكي وزملائك أيضا بالمنتخب الوطني، ومشاهد أمامنا الآن الميدالية البرونزية اللي حصلت عليها ببطولة العالم أحبتنا للكاراتيه بأندونيسيا. بكل مصداقية احنا حبينا يكون في إضاءة بسيطة نرفع من معنويات الشباب الكباتن، لأنه هذا إنجاز وطني واستحقاق حقيقي للمملكة الأردنية الهاشمية. شكرا. أنا بدي أشكر أحبتنا ضيوفي الكرام بفقرتنا الأولى بيوم جديد، أمين سر اتحاد الكاراتيه الأستاذ رائد مسعود، وبطلنا الكابتن نبيل الشويكي اللي حاصل على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بأندونيسيا. فاصل. بس في بس درع من الاتحاد كلفوني إخواني. نعم. رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة أن أقدم لكم درع الاتحاد للتلفزيون الأردني. يا سيدي هذه بادرة تشكر عليها كوي. هذا تلفزيون الوطن وهذا تلفزيون منكم وإليكم أيضا أستاذ رائد. أشكرك سيدي الكريم باتحاد درع الاتحاد الأردني للكاراتيه. أحبتنا فاصل ونواصل باقي فقراتنا، فابقوا معنا.